السلام عليكم ورحمة الله. كتب أبو عمر إبراهيم السكران مقالة تحت عنوان معادلة المخالف والمخذل، فقال: الحمد لله، وبعد، جلست مرة أتأمل الفتن التي تدحرجت علينا طوال السنة الماضية، وكنت في كل فتنة تمر ألاحظ أنه يبرز في المشهد دوما فريقان من الناس: فريق مخالف يتبنى المنكر بضراوة ويدافع عنه ويعطي الإشارة لبدء الغارة الصحفية، وفريق آخر لا ينتمي لهؤلاء ولا يتبنى المنكر ولكنه مخذل، يبدأ في إصدار عبارات التهوين من القضية وأن الأمر لا يستدعي الإنكار ولا الغيرة ولا الحمية تحت الشعارات المعروفة اللي هي: لماذا تضخمون الأمور؟ أين حاجات الناس الفعلية؟ إلى آخره. إذن صار عندنا الشيخ بيتكلم عن فريقين: فريق المخالف وفريق المخذل، المخالف الذي يتبنى المنكر بضراوة ويدافع عنه، والمخذل الذي لا ينتمي لهؤلاء ولكنه يخذل ويهون من القضية. ثم يقول الشيخ: من الناس من ينكسر أمام ضغط المخالف، فالمخالف اليوم له طريقته الخاصة والمتميزة في إسالة لعاب الباحثين عن المنصب والمكافآت المالية والفلاشات الصحفية. ومن الأخيار ولله الحمد من هو شريف النفس، فلا يرضى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولذلك لا يرضخ لإغراءات وجبات المخالفين الدسمة، لكن ينهار أمام ضغط المخذلين، لأن كثيرا من المخذلين يظهر في صورة أنه رجل من الصف، ولذلك يكون أثر المخذلين على كثير من الأخيار أكثر من أثر المخالفين. فالمخذلون يقولون لك غالبا: نحن لا نختلف مع المحتسبين، المحتسبين يقصدون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمخذلون يقولون لك غالبا: نحن لا نختلف مع المحتسبين في أن هذا غير مقبول شرعا، والحقيقة أنه لم يكن يعجبنا أنه حصل، لكن الأمر يسير جدا، فلا داعي لإنكار المنكر ولا داعي لمقاومة من يتعدى على الحكم الشرعي. تارة يقولون هذا الكلام باسم احترام المخالف، وأن الشريعة كفلت الحرية للزندقة إذا لم يتعدى على الآخرين، وتارة يجعلون هذا باسم تركيز الاهتمام بالقضايا الكبرى. طبعا القضايا الكبرى عندهم ليست هي كل القضايا التي عظمها القرآن، إنما هي يختصرونها فقط في القضايا المادية للناس. حسنا، دعونا مما سبق، فليس هو المهم، وإنما المهم أنني كنت أظن أن هذا التصنيف إلى مخالف ومخذل أنه مجرد ملاحظة شخصية اتفقت عرضا. وقبل يومين مر بي حديث شهير جدا خرجه البخاري في الصحيح، توقفت أمامه برهة كأنني لأول مرة أقرأه في حياتي. توهمت كل شيء إلا أن يكون الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا التصنيف المخالف والمخذل، تصنيف المخالف والمخذل. والله لقد غمرني شعور غريب وأنا أرى النبي نفسه يقسم الناس أمام الدعاء إلى هذين الفريقين اللذين كنت أراهما عيانا أمام ناظري في كل فتنة تمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذا رواه البخاري. ورب محمد، أنني جمدت وأنا أقرأ هذا الحديث كأنني أقرأه لأول مرة. فتأمل كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المخالف والمخذل. وعد بذهنك لكل فتنة مررنا بها وسترى مصداق خبر محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف نبه النبي إلى أن لكل من هذين الفريقين ضرر، لذلك قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكل من هذين الفريقين ضرر، فهذا يعني أن هنالك من سيتضرر، وإلا لما سماه النبي ضررا. وتأمل كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المحتسبين الناجحين هم من يستطيع التخلص من ضرر المخالف والمخذل سويا. ثم تأمل كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الطائفة القائمة بأمر الله
وأمر الله يشمل الدين كله، فمن أحدث في الأحكام الشرعية محدثات تحت ضغط الثقافة الغربية فقد خرج عن القيام بأمر الله بقدر ما أحدث. لكن أين خطورة التخذيل على المخذل نفسه؟ هؤلاء المخذلون هداهم الله، كم أتمنى أن يأخذوا ساعة تأمل يسيرة مع أنفسهم ويتدبروا كيف جعل الله تعالى التخذيل شعبة من النفاق، كما نبه القرآن لذلك في قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم. وها هنا سننتقل إلى السؤال المنطقي اللاحق، اللي هو: وما خطورة الشعبة الواحدة من شعب النفاق؟ الشعبة الواحدة من شعب النفاق خطورتها أنها بريد النفاق الخالص، فالمرء إذا وقع في شعبة نفاق جرته الشعبة إلى شعبة مثلها، فتتكاثر عليه شعب النفاق حتى تخرجه من الإيمان. فشعب النفاق تتصارع في القلب مع شعب الإيمان، والمحصلة النهائية لمن غلب، ولا يدري المرء بما يختم له. بل إن الله جل وعلا قد يعاقب من استرسل في شعبة من شعب النفاق بأن يسلط عليه مثلها، كما نبه القرآن على ذلك في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فتأمل كيف أشارت الآيات إلى أن الإنسان إذا تساهل في شيء من الضلال فإن الله قد يعاقبه بأن يزيده من جنس ضلاله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإخواننا المخذلين، وأن يهدي المخالفين يا رب، وأن يزيد الله نصره للمحتسبين القائمين بأمر الله. كتبه أبو عمر إبراهيم السكران في عام 1431 للهجرة، 2010. السلام عليكم.